صحيح ضمننا تواجدنا في مرحلة البلاي أوف، والمباراة بتاع اليوم يعني كانت يعني مباراة شكلية بالنسبة لنا احنا، يعني فما موازين قوى بعد برشا بين شباب القيروان ونادي كرة اليد جيبس، يعني اعطينا فرصة تقريبا لكل اللاعبين ولا باش يشاركوا اليوم في المباراة، وشفنا معناها اللاعبين اللي فما شكون اعطاها يعني بوادر إيجابية اللي تخلينا باش نكملوا تحضير المباريات القادمة، اللي هما مش يكونوا أهم برشا يعني من المباراة متاع اليوم، واللي مش تخلينا ندخلوا إن شاء الله مرحلة التتويج بأكثر يعني أريحية. يعني أنا نزلت عنا مباراة نادي هيبون في قروان، المباراة القادمة إن شاء الله اللي مش تكون يعني تقريبا إذا كان ربي وفقنا فيها وانتصرنا، يعني اللي مش تدخل للمرحلة التتويج يعني ما عندك كابيتال دو بوان اللي يسمح لك باش تلعب في مرحلة التتويج بأريحية كبيرة، واللي يخلينا معنا نضمنوا تقريبا 50% من الصعود للصعود القسم الوطني، وهذا الهدف الأساسي والأول متاع الشبيبة اللي نحن قاعدين ناخذ مباراة مباراة إن شاء الله. يعني تعدينا مباراة متاع اليوم، ما زال عندنا تقريبا الأسبوع القادم أسبوع راحة، الأسبوع اللي بعد مش مباراة هيبون، مش نحضر إن شاء الله كما ينبغي مباراة هيبون إن شاء الله. يعني ديما نقولوا فريق هذا فريق شاب يعني، وأغلبيتهم اللي كان الموسم الفارط في فريق الأوسط، إن شاء الله نلقاو أكثر مساندة خاصة من جماهير الشبيبة اللي إن شاء الله تقف معنا في المباراة القادمة، اللي مش تخلينا باش تكون دافع كبير للفريق باش يحقق الانتصار ويمشي إن شاء الله نحو الصعود. وإن شاء الله ديما نقولوا إن شاء الله كرة اليد في الشبيبة وفي القروان ترجع شوية، تاخذ شوية إشعاع وترجع وترجع للمكانة اللي تستحقها إن شاء الله. الراديو 4 من هنا هم من بعد باش يعملوا بعد شامبيونات دويت لبعضهم ويطلعوا منهم زوز. فارق الأهداف المقبولة المدفوعة إذا كان ما فماش النقاط، كي ندخلوا إحنا بالبونوس يعنيين ديجا تدخل افيك 3 بوان، حتى مسموح لك في عثرة ولا عثرتين من بعد في الباركور، مسموح لك بعثرة وعثرتين. احنا توا قاعدين نحبوا الجمعية تواصل، مازال هذا الماتش اللي هو هذوما الحقيقة الجمعيات هذوما مازالوا في طور تكوين، جابس والمكناسي والشاب، فما 4 جمعيات قويين اللي هما المهد المدنين تخطينا العقبة نتاعها ليوروتور في مدنين وفي قروان، هيبون ربحتنا، وعندك مكنين هنا ربحناها، هذوما الماتشوات اللي تنجم تقول وماتشوات اللي مفتاح خاصة هيبون جايتنا هنا، هذوما نربحوا نتكلاساو احنا ملانين، وقتها تولي حظوظنا وفر باش ندخلوا فرق النقاط، وقتها نختموا على المرحلة الثانية إن شاء الله. الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.